بحضراتكم مرة تانية ومعانا فيديو جراف هيتكلم هنشوفه دلوقتي هيتكلم عن أهمية شرب المية للرياضيين، بس احنا هنتكلم هنا كمان عن أهمية شرب المية للبشر. قد إيه المية مفيدة والمية بتغسل كل السموم، ومفيش دكتور تغذية بينورنا هنا في البرنامج إلا لما بيتكلم عن أهمية المية وكأنها سحر. عايز تخس تشرب مية، عايز ما يبقاش عندك كسل تشرب مية، عايز صحتك تبقى أفضل تشرب مية، عايز تمارس رياضة بشكل يعني منتظم أكتر تشرب مية. والبشرة والشعر والبشرة طبعا كل طبعاً. الكلام ده فالمية قد ايه مهمة، ولكن للأسف يا كريم في ناس كتير ما بتعرفش تشرب للأسف مية. للأسف بقى انا واحد من الناس الكتير. لازم تعود نفسك، انا كنت زيك الاول بس لازم نعود نفسنا. عارفة المشكلة كمان مضروبة في اتنين ليه؟ ان انا مش مجرد ما بشربش مية، لا لما بعطش بشرب مشروبات غازية. وياريت بيبان يعني عليك يا كريم. والله خلينا نشوف التقرير ونرجع نكمل. هل في مثلا يعني في حاجات بشكل عام في الاكل او في الشرب في حاجات الزياده منها قد تكون مضره؟ طب بالنسبه للميه لو انا شربت اكتر من عدد اللترات اللي المفروض اشربها يوميا مفيش اي ضرر من الميه؟ لو تفتكر احنا سالنا تقريبا السؤال ده كانت اخر دكتور التغذيه كانت معنا دكتور نوره تقريبا سالناها هذا السؤال وقالت الميه ما فيهاش نادرا لما حد بيشرب ازيد مش فاكر لا لا بالضبط. اشرب براحتك الميه، اصل الميه دي يعني ما فيهاش اي ضرر. ايه الضرر يعني هيجي من الميه؟ مثلا ضغط على مثلا الكلى، ضغط على المثانه، النوع ده. بس احنا ممكن نسال برضه بس انا عمري ما سمعت ان الميه بتسبب اي ضرر في الدنيا، ولكن احنا بقى ممكن نتكلم هنا على حته او جزئيه ان الناس تعود نفسها ازاي تشرب ميه. يمكن يعني كريم دلوقتي واحنا بنتفرج على التقرير بيقول انا ابتديت اشرب ميه اكتر لما جيت البرنامج، لان احنا اول ما بنيجي بيجيبوا لنا ازازه ميه الصبح. صحيح. فهو الواحد بيضطر مثلا يشرب، فاحنا ممكن نمرن نفسنا كده يعني نحاول ان احنا نشرب مثلا عدد ازازتين ميه صغيرين، بعدين هتلاقي نفسك انت خلاص واحده واحده. ازازتين مين يا ست الناس؟ انت الكلام الكلام على 8 لتر مطلوبين 8 لتر ميه يوميا. فبرضه هي واحده واحده هنوصل لده. واحدة واحدة انا من الناس اللي بحب الميه جدا يعني.